انا اسف والله العظيم، انا اسف، انا اسف يا جامعه، انا اسف يا ميد ترم، انا اسف يا فاينل، انا اسف يا قعده سندوتش شاورما، يا قعده بطاطس سوري بالجبنه، انا اسف اقسم بالله، اسف على ايام الجامعه الحلوه، اسف اني شتمت في الميد ترم، اسف اني شتمت في الفاينل، اسف على كل جمله بذيئه قلتها ناحيه الفاينل او الميد ترم، اسف لكل الحاجات دي. انا نفسي ارجع، انا نفسي هرجع حاليا، نفسي ارجع للجامعه والله العظيم، ولا يوم من ايامك يا جماعه. تمام، انا مش قادر يا جماعه، انا لا اتس تو دارك هير، والله العظيم اتس تو دارك هير. ما تجوش، ما تقربوش اساسا، الموضوع صعب، الموضوع مخيف، اقسم بالله الموضوع مخيف. انت بس تتخرج من هنا، تخرج وبتبقى عندك حماس الشباب، وانا هنزل اكسر الدنيا، وهنزل بص اخش الفيلد اللي انا عايزه وهدغدغ الدنيا. ما انا خلاص متخرج، انا طول ما انت في الجامعه بتبقى عايز تخرج، عايز تخلص، عايز تخلص، تخلص ميد ترم، تخلص فاينل، يا رب انا هخلص من الهم ده امتى، وانا اتخرج بس يا رب هكسر الدنيا. ما كانش يعرف، والله العظيم ما كان يعرف، غلبان، اقسم بالله احنا غلابه، والله العظيم غلابه، ما نعرفش ان الموضوع دارك، الموضوع مخيف. انت بتبقى قاعد خلاص اتخرجت ونولت اللي في بالك، لايف افتر جراديويشن بقى يا معلم، جينا وانت لسه بالبتاعه اللي انت بتستلمها والقبعه اللي انت بتستلمها من التخرج دي، وخارج وكلك طاقه، تبتدي تتخرج. ادور بقى على شغلانه حلوه، كول سنتر، كول سنتر، كول سنتر، كول سنتر، كول سنتر في وشك، كول سنتر في بقك، كول سنتر في خدك، كول سنتر في مناخيرك، كول سنتر. بس انت ما فيش حاجه في حياتك غير كول سنتر، يعني انت حياتك كلها كول سنتر. طب مش عارف ايه، لا كول سنتر، كول سنتر، طب كول سنتر، كول سنتر، وهي على نغمه واحده، يا بابا يا بابا كول سنتر. هتتخرج مش هتلاقي غير كول سنتر في الاول. طيب نعمل ايه، الناس كلها محتاجه اكسبيرينس مش عارف ايه، ندوس في الكول سنتر، تخش بقى في اكونت انجلش، اكونت عربي مالناش فيها معلم. انت هتخش لازم تلبس السماعه دي وتقعد لك بتاع سنه، تمام، سنه كده بقى ايه، تقعد تهندل في كاستمرز لغايه ما ايه، ما تبقى ماشي في الشارع بتقعد تقول انا اسف يا فندم، انا اسف يا فندم، ممكن احطك على الهود دقيقتين، انا اسف يا فندم، ممكن احطك على الشوايه دقيقتين. حتى كلها والله العظيم، اقسم بالله، اقسم بالله ما بهزر، انا جت عليا فتره لما كنت شغال كول سنتر، مش هقول اسم المكان، كنت بروح القهوه بقول له يا فندم ممكن تنزل لي كوبايه شاي، يا فندم ممكن تستناني بس دقيقتين اخش الحمام بس احطك على الهولد واجي لك. مش بهزر، ده فعلا كنت بقوله، والله العظيم ده كنت بقوله فعلا. كول سنتر بقى حياتك بقت كاستمر، كاستمر وهندله، حياتك بقت عباره عن هندله، تقعد تهندل في امك، في اخوك، في ابوك، تقعد تهندل في اللي انت شايفه، اي حد بيعدي بتهندله، يا بص اي حد هندلك، حياتك هندله. تقعد سنه بقى في الكول سنتر والجحيم والكاستمر سيرفيس ده، وخلاص غصب عنك هتبدا تشيل السماعه. ليه؟ لان هو كده كده اصلا فيلد لازم تسيبه، يعني ما فيهوش اصلا كارير. تبتدي بقى ايه، تبتدي بقى تفكر انك تبتدي تشوف بقى كاريرك، تبتدي تشوف في حاجه ليها علاقه بكاريرك، فتبتدي تبعت بقى سيفيهات، 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 ابعت سيفي، ابعت سيفي، ابعت، 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 وابعت ايميلات، وابعت واعمل ريكومنديشن، وكلم صاحبك يعمل لك ريكومنديشن. هوبا، بعد 2000 ايميل يجي لك كلب، كلبك وكلب معدي والله العظيم، يقول لك حضرتك عندك انترفيو بكره، يعني والله العظيم، ويفاجئك عندك انترفيو بكره، ولازم تكون لابس فورمال، وتكون حافظ كل الماتيريال اللي له علاقه مثلا بالماركتنج او السبلاي تشين، يعني حاجه كده اللي هو طب يعني انا الحاجه دي خدتها في 4 سنين، انت عايزنا في يوم واحد احفظها؟ هو كده بكره فورمال ولابس ماتيريال واحد، ولابس سوري، لابس ماتيريال واحده ايه، وذاكر، مذاكر الماتيريال بتاعت السبلاي تشين دي. طيب يا عم، هلبس فورمال وهجيب بدله غاليه فشخ، وهلبس من ما بحبش الفورمال، وهقرا السبلاي تشين، وهجي لك، وهاجي لك وهدغدغ الدنيا. نزلت له، روح تحس انك بص رحت الانترفيو وتفكر انت لوحدك، بس بتلاقي معاك اصلا 200 بني ادم ولا حاجه، فاهم؟ تخش تتعامل بقى وتحس انك دخدخت الدنيا، والله العظيم مدغدغ الدنيا في 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 في, في الدنيا، بص مدغدغ الدنيا مع الاتش ار، وقايل وانتروديوس سيلف، ودي ادي يا معلم ما ترحمش، ودي ومدي وما تجيش، ودي والله ودي وما تجيش. تقعد تتكلم معاه، تحس انك اكسبت، انت اوفر كواليفايد، انت بص انت ممكن تبقى هيد السكشن اساسا. يتكلم معاك يقول لك اسبوع وهنكلم. طبعا ايه، بيزحلقوك يعني، بيركبوك الوزق، بيزحلقوك، بيديك صابونه يا معلم، انت بتاخد الصابونه حاليا. فتبتدي تخرج، يمكن يقول مثلا هو فعلا اسبوع كلامك، اسبوع يعدي، اسبوعين، ثلاثه، مفيش كلمه، مفيش مسج حتى بيجي لك على الموبايل. فطبعا يا معلم انت خلاص، انت ادركت انك ريجكتد، انت ريجكتد، ريجكتد وش، انت ريجكتد بس. فبقى ايه، بتبتدي بقى ايه، تدور تدور وتبعت ايميلات تاني لغايه ما يجي لك ايه، انترفيو كده في ستارت اب ولا بنك ولا وات ايفر، انت رايح فين، تبقى اكسبتد، ورب وتكس وتلعب معاك كده وتبقى اكسبتد. فنبتدي بقى ايه، مرحله الشغل بقى، مرحله الشغل، دخلت خلاص، دخلت على الشغل اهو،
تبتدي مرحله التريننج، ودي بنسميها مرحله شهر العسل والله، شهر دلع. تبتدي كده تروح تاكل، ترانسبورتيشن على الشركه يودوك ويجيبوك، ترينر تقعد تهزر معاه، وامتحانات هبله، واي كيو تيست، حاجات هبله جدا كده، وبيبقى شهر لذيذ وشهر طاير جناح والله، فراشه طايره. بتروح ما راح فينا ماما؟ راح التريننج. جاي منين ماما؟ جاي من التريننج. هبل هبل، اقسم بالله هبل. خلصت التريننج تمام والدنيا لذيذه، وبعد الاكل والشرب والاوبن بوفيه والاوبن سوتيه وكل الهبل ده، خش بقى يا معلم. شفت؟ اقسم بالله هاتوا لي الواد ده ادهنوه اسود ورموه على العبيد. ده والله ده ده البرفكت يعني كومنت على الموضوع اللي احنا فيه ده. اقسم بالله هاتوا لي الواد ده وادهنوه اسود مع العبيد. ما بص، ما ترحمش امه، ما ترحموش. تخش انت مش حاجه، انت التريننج ده حاجه والشغل حماده حماده اقسم بجلاله الله. تاني تبتدي بقى ايه؟ ايه الاكسل شيت ده؟ ايه ده ما خدناهوش ده؟ ايه العبط ده؟ انت بتبتدي انت مش فاهم انت بتعمل ايه، اقسم بجلاله انت فعلا مش فاهم انت بتعمل ايه. وتبتدي بقى تغلط، والمدير يجي يسوحك وبص وهبل، وتيجي انا اللي دخلني الهبل ده كله، ما تفهمش والله. بتعك يعني بتعك اول شهرين من شغلك ده، انت عك بس انت متفهمت لغايه بقى ما ايه 3 شهور ده بيجي لك بلاده بقى. انت بص بتعمل الغلط وانت عندك بص حماس كده وقوه، انا بغلط بس عادي اغلط، يلعن ابو اشكالكو عادي، هاتوا لي الكبير بتاعكم هنا. كلكم بقى وعلاقتك مع المدير دي علاقه كده، علاقه جميله كده، تحس ان هي علاقه توكسيك قوي والله العظيم، علاقه ما تفهمهاش. تحس انها مراتك وانت المفروض تراضيها كل يوم الصبح، تراضيها ايه بقى؟ بشوكولاته، بفورمانس كويس، بتارجت تجيبه. هي علاقه غريبه، علاقه ويرد. وكل يوم هي مش عمرها ما كانت لذيذه، عمرها ما كانت لذيذه. هي علاقه دايما كل يوم كده عندها الهرمونات عاليه، وانت المفروض تظبط الهرمونات دي تعملها زي ما تفهمش. ف ف ف لا يا جماعه اسقطوا والله العظيم اسقطوا، اقعدوا اقعدوا في الجامعه، حبوا في الجامعه، موتوا في الجامعه، يا اسقطوا، حب المواد كده وحبوها واسقطوا. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله انا نفسي ارجع الجامعه والله العظيم، انا نفسي ارجع الجامعه يا جماعه. ما حد حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل.